فيما يتعلق بعملية وجود قيادات من المقاومة الفلسطينية أو اعتقالهم حتى اللحظة المتوفر لدينا ببيانات الفصائل الفلسطينية، سواء البيان المشترك لفصائل المقاومة الفلسطينية أو بيان حركة حماس أو حتى مكتب الإعلام الحكومي الذين يقولون أنه ما حدث يعني رواية الاحتلال بشأن وجود قيادات غير مبررة، وأن هذا الادعاء ادعاه الاحتلال سابقا ولم يجد نتيجة، بالمعنى أنه اعتقل قيادات وازنة من المقاومة الفلسطينية سواء على المستوى السياسي أو العسكري. والأمر الثاني أن هذا المجمع تحديدا مكون من عدة مباني، نحن نتحدث عن مبنى بشكل أساسي من جهة الشمال، مبنى الأكبر، مبنى الجراحات التخصصية، المبنى الرئيسي أيضا مبنى الاستقبال والطوارئ، وكان في أسفل منه صيانة قامت بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر لقسم الاستقبال، وتعزيز هذا القسم قبل الحرب بأسابيع فقط تم افتتاحه. وأيضا المبنى الآخر مبنى العيادات الخارجية ومبنى الإدارة. من الخلف من هذه الناحية يكون المبنى الموجود مبنى مركز الأمير نايف للأورام، ومن جهته أيضا الغربية أيضا هناك مبنى لغسيل الكلى، ثم بعد ذلك نتحدث عن مبنى صغير من طابقين للإدارة والتنمية البشرية، هذا يستخدم لأغراض إدارية في وزارة الصحة الفلسطينية وتم استهدافه في وقت سابق تعرض للقصف. والمبنيين الجديدين، المبنى الجديد مبنى الولادة مبنى محمود عباس للولادة، والمبنى الآخر مبنى الولادة القديم وثلاجات الموتى. هذه المنطقة، هذه المساحة من المستشفى، هذه المباني من المستشفى جميعها محاصرة، لا يوجد بينها ربط، ونتحدث عن يعني ممرات صغيرة لا يمكن الحركة فيها. وحدث سابقا أن استهدف الاحتلال سيارات الإسعاف على باب المستشفى حينما حاولت الخروج لنقل المصابين ومرضى، استهدفهم الاحتلال من طائرات مسيرة من دون طيار، واستشهد عدد من الفلسطينيين أمام قسم الاستقبال والطوارئ، واستشهد عدد آخر داخل العيادات الخارجية. وبالتالي نحن نتحدث عن أن هذا المستشفى أصلا أصبح مكشوفا للاحتلال، سواء من عملية التوغل والعبث بمحتوياته داخل مرافقه جميعا، ومحاولات الحديث دائما عن يعني الوصول إليه، حتى وحينما نتحدث الآن عن ساعتين أو أقل وصلت آليات الاحتلال من جهة الجنوب باتجاه المستشفى من جهة شارع 10 سالك شارع الرشيد، وقد يكون هناك توغل من جهة تل الهوى حيث تحدث أحمد عن شارع الرمال. إذا ما وصل إلى منطقة الرمال الجنوبي تحديدا هو يكون قد سلك منطقة شارع 10 باتجاه تل الهوى مجلس الوزراء وصولا إلى قصر الحاكم، وبعد ذلك يصل إلى مجمع الشفاء الطبي. هذه الطريق طويلة، لكن كل هذه الطريق تعرضت للتجريف، حتى البنية التحتية يعني الأسفلت الرئيسي للشوارع هذه تعرضت للتجريف، بحث فيها الاحتلال طويلا عن أنفاق، وهذا الملف تحديدا كان بالنسبة للناس يعني مراكز إيواء تابعة للأنروا، حاصر الاحتلال من فيها، أجبر فلسطينيين على الخروج منها، دخلها واقتحمها وفتشها وقتل عدد من الفلسطينيين أو أصيب بعضهم واستشهدوا في هذه الممرات التي أتحدث عنها، سواء من جهة شارع الرشيد البحر أو من جهة مجلس الوزراء. وبالتالي وهناك نقطة مهمة أيضا، هذه الطريق لم تتوقف فيها الغارات الإسرائيلية حتى مساء الأمس، سواء منطقة حي الزيتون أو الرمال تعرضت لقصف مباني وشقق سكنية، ومن جهة الشمال أيضا من جهة المستشفى من الناحية الشمالية مخيم الشاطئ كان هناك شهداء أمس وأول أمس من جراء استهدافات إسرائيلية مباشرة لمنازل المواطنين. كأن الاحتلال يقطع طريق أمام أي مقاومين للوصول إلى مجمع الشفاء الطبي أو ولكن كنا دائما نشاهد في النتاج والنتيجة لهذه الغارات إصابات وشهداء من المواطنين المدنيين كما حدث خلال اليومين الماضيين. حتى عملية انتشالهم أحمد تستمر لوقت طويل بسبب عدم وجود الإمكانات والمعدات، ناهيك عن الأمر الآخر أن سيارات الإسعاف عددها محدود جدا التي تتحرك من مجمع الشفاء أو من المستشفى الأهلي العربي. وأيضا هناك نقطة مهمة الآن، كل الإصابات التي يتم يعني إصابتها برصاص الاحتلال غير معروف لنا على الأقل إلى أي جهة يمكن نقلها، طالما المستشفى الآن محاصر يمنع الاحتلال الحركة منه وإليه، بالتالي أي إصابة في هذه المنازل في الخارج خارج المستشفى التي تصب من جراء أو يستشهد حتى من جراء الاستهدافات الإسرائيلية التي تتم ونحن نتحدث، هذا يعني أن مصير هؤلاء غير معروف. مستشفى الأهلي العربي بعيد نسبيا عن مجمع الشفاء الطبي من حيث المساحة والجغرافيا، بس العذر على المقاطعة في المنطقة التي يوجد فيها توغل صعبة للغاية حتى لسيارات المواطنين المدنيين. نعم، شكرا جزيلا لك من أمام مستشفى الشهداء الأقصى في دير البلح مراسل العربي باسل خلف، سنعود إليك طبعا.